أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. تقرير لعدن الغد، شبوة ومأرب الأفضل، عدن فقدت خدماتها عقب سيطرة الانتقال وطرد الحكومة. المشاهد نت، القواعد العسكرية في المخا تحرم الصيادين من مصدر رزقهم. صحيفة فرنسية تصنيف صنعاء القديمة تصنف صنعاء القديمة ضمن المدن الممنوعة من زيارة الأجانب. على أحجار الميناء القديم لمدينة المخا يقف الصياد مشعل 40 عاما منتظرا سمكة صغيرة تبتلع طعمه الذي ألقاه للتو. ساعات طويلة يقضيها في ممارسات مهنته بالطريقة التقليدية التي لا تعود عليه في كثير من الأحيان بفائدة تذكر. وطالما عاد إلى بيته خالي الوفاض، يعنون موقع المشاهد نت، القواعد العسكرية في المخا تحرم الصيادين من مصدر رزقهم. وبالعودة للحديث عن الصياد مشعل، فهو لم يكن يمارس الصيد بتلك الطريقة قبل الحرب، بل كان يعمل في أحد القوارب المملوكة لكبار الصيادين ويقضي أياما في البحر ليعود برزق وفير. هكذا اعتاد منذ كان شابا في 15 من عمره، لكن بعد دخول جماعة الحوثي للمدينة ونشر شبكات الألغام البحرية في عرض البحر واستهداف طيران التحالف العربي للصيادين، أصبحت مهنتهم خطرة على الحياة وأكثر صعوبة. ورغم استبشار سكان المخا بسيطرة القوات الحكومية عليها في 2016، إلا أن الواقع جاء عكس توقعاتهم. فالميناء الوحيد تحول إلى قاعدة عسكرية تابعة للقوات المشتركة بقيادة طارق صالح المدعوم إماراتيا وقوات التحالف العربي. وتحولت الكثير من مناطق الصيد البحري إلى مناطق عسكرية محظورة، بالإضافة إلى بقاء الكثير من المعوقات السابقة مثل انتشار الألغام البحرية واعتداءات البحرية الإرتيرية والقراصنة الصوماليين. اليمن الآخر، تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: في الحروب تزدهر الأوبئة، هكذا يرى العلماء، وفي الحروب يزدهر الفساد، هكذا يرى الساسة، وفي الحروب يزدهر الإبداع، وهكذا يأمل المثقفون، وفي الحروب تزدهر أمور وأحوال كثيرة تكون بمثابة حقول تجارب ومرايا اكتشاف لعلماء النفس والتربية والاجتماع، كما تزهر الأموال في الحروب على أيدي نفر من التجار وصنف من المتاجرين بدماء الضحايا وجوعهم وتشردهم ونزوحهم. وفي تاريخ الإنسان وتاريخ المجتمعات والدول تكون للحروب فصول ثابتة لا يمكن محوها أو حجبها أو حتى القفز عليها، وإلا لتشوه التاريخ بمجمله سرداً ودرساً ومنطلقات وحقائق. وفي تاريخ اليمن واليمنيين في البدء كانت الحرب وفي المنتهى، هكذا أرى. وقد كانت الحروب سبباً مباشراً في الغالب لقيام الدول اليمنية المتعاقبة والمتوازية وتشرذمها ولتوحدها وانفصالها ولازدهارها وانهيارها. وكانت الحروب اليمنية منذ سحيق الدهر التاريخ الوحيد الذي لا يبعث على الفخر، ففيها كان اليمنيون يظهرون أقبح ما فيهم من الصفات والأقوال والأفعال والمشاعر بما يتنافى جذرياً مع صفاتهم وأفعالهم وأقوالهم ومشاعرهم الطبيعية السائدة في وقت السلم، كالكرم والنبل والجود والشهامة والنخوة والرحمة والتسامح وسواها. ولا تدري حينها من هو اليمني الأصل واليمني الآخر، أفي الحرب يكون هذا أم في السلم يكون ذاك؟ فحين تقرأ أو تسمع وترى عن اليمني منذ فجر التاريخ وتدهش لما تعرفه عنه في وقت السلم ثم تعرف عنه في أطون الحرب، يصدمك التقاطع الرهيب والتنافر العجيب بين هذا وذاك، أن ثمة فرقاً شاسعاً وبوناً واسعاً بينهما، ولا تدري أيهما كان اليمني على صورته وأيهما على نسخته. ما أعظم اليمني في وقت السلم. منذ أغسطس الماضي ما زالت ذات المطالب التي يدعو الناس إلى توفيرها بعدن هي نفسها لم تتغير، فلا كهرباء مستقرة ولا خدمات مياه تصل المنازل بانتظام ولا مرتبات تصرف بانتظام، وفقا لتقرير نشره عدن الغد بعنوان تقرير يرصد تداعيات غياب الدولة في عدن وأسبابه.
محللون يرون أن إقدام الانتقال على التخلص من الدولة وطردها من عدن خطوة لم تكن محسوبة العواقب، ولم يخطط قادة الانتقال ليكونوا بديلا طبيعيا للحكومة، وهذا السبب هو ما جعل عدن تعيش نصف عام تقريبا من اللادولة مع غياب الحكومة الشرعية وعجز الانتقال عن الاطلاع بمسؤولياته الخدمية والأمنية. يفيد التقرير ثمة دولة متماسكة في مأرب تابعة للحكومة الشرعية، وأخرى في شبوة تعمل على تنمية المحافظة. هناك استقرار وتنمية في حضرموت لا تخطئه أعين المراقبين. كل تلك المحافظات تعيش منذ سنوات في كنف الدولة، بينما تعاني عدن، وهو ما يؤكد أن المجلس الانتقالي عاجز عن القيام بمسؤولياته ولم ينجح في مواكبة عمل الحكومة، بل ذهب ليطالبها بالتدخل وهو الذي تسبب بطردها. تدور المعارك منذ سنوات أجزاء من مديرية مريس، ولفترات طويلة تم تأجيل مباريات كرة القدم، ويبدو أن الأهالي تعبوا من الانتظار فقرروا نسيان المعركة وتنظيم بطولاتهم الكروية. ووفقا لموقع صحوة نت، عرس رياضي بالقرب من خطوط النار، مستقبل مشرعة يتوج بكأس بطولة شهداء مريس، حيث خطف فريق نادي مستقبل مشرعة كأس بطولة شهداء مريس الثالثة لكرة القدم للكبار، فيما توج أشبال رشيد القدام بطلا للناشئين. وبهذه النتيجة يسدل الستار عن البطولة الذي احتضنها ملعب الفقيد محمد ضيف الله العدار في قرية الحميرة، واستمرت قرابة شهرين بمشاركة 21 فريقا من مختلف قرى وعزل منطقة مريس. وشهدت المباراة الختامية حضورا جماهيريا واسعا، وتم تكريم فريقي مستقبل مشرعة ورشيد القدام بلقب البطولة والميداليات الذهبية، وفريقي الأهلي قراوة والنهضة المدرج بالميداليات الفضية. تقدم عناصر الحزام الأمني المدعوم إماراتيا على ترحيل عمال من عدن بحجة انتمائهم إلى محافظات شمالية. أحمد عبدالله المجيدي محافظ لحج الأسبق يكتب عن عمليات الترحيل لمواطنين من بلادهم، مضيفا في موقع عدن الغد: حشر مئات الأشخاص من أبناء تعز وإب في شاحنات بعد احتجازهم لساعات طويلة وإذلالهم والتلفظ عليهم وانتهاك آدميتهم، عمل مشين لا يرضى به أبناء الجنوب أو الشمال ويسيء إلينا وإلى تاريخنا المشترك. فقد تولى كثير من آبائنا وأجدادنا الدفاع عن الثورة هناك واستشهدوا برؤوس مرفوعة، كما فتح الشمال أرضه لثوار الجنوب وزودهم بالسلاح لانتصار ثورة أكتوبر العظيمة. وحتى إن كانت لنا تطلعات عادلة ومشروعة في جنوبنا الحبيب، فليس أقل من أن نتعامل بأخلاقياتنا التي لا يمثلها هؤلاء الرعاع الذين يستغلون ضعف الدولة أو سقوطها ليرتكبوا هذه الأعمال التي نخشى أن تكون مقصودة، لأن مثل هذه التصرفات الحمقى لا تفيد أحدا وهي تراقب من قبل دول العالم وخاصة الدول المعنية بالشأن اليمني ومنظمات حقوق الإنسان والجهات العدلية العالمية والإقليمية، وستكون مردوداتها على هؤلاء وعلى قضية الجنوب عامة. وليس هناك من عذر لهؤلاء بما ارتكبوه سابقا بحق الأبرياء وما ارتكبوه مؤخرا. إن المواطنين في المناطق الشمالية استقبلوا خير استقبال للنازحين الجنوبيين في الحرب التي شنها الحوثيون على الجنوب، وما يزال مئات الآلاف من الجنوبيين في الشمال، ومنهم أصحاب تجارة ورجال أعمال وغيرهم، ولم يتعرض لهم أحد، بالإضافة إلى المسافرين إلى هناك لشتى الأغراض. فهل يريد منا هؤلاء أن نظهر بمظهر الناقص والمتجرد من الأخلاق؟ إن كان على التحالف العربي أن يردع هؤلاء الذين يسيئون إلى الكل، وأن ينبري قادة هؤلاء من الساسة والعسكريين ليكفوا أذى هؤلاء وتصرفاتهم الطائشة والمتطرفة، لأن الإساءة تعم إن كنتم تعقلون. دخلت التجاذبات المتعلقة بالمساعدات الإغاثية في اليمن مرحلة خطرة إثر توجه الأمم المتحدة نحو تقليص حجم المساعدات المقدمة إلى النصف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من مطلع مارس
الأمر الذي ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار المجاعة. وعلقت صحيفة العرب الجديد: قهر اليمنيين، تقليص المساعدات وارتفاع الأسعار 200%. وأدت الأزمة الراهنة حسب الباحث الاقتصادي فؤاد النقيب إلى قيام تجار بتخزين السلع الغذائية وعرضها بأسعار مضاعفة، في استغلال واضح لمشكلة المساعدات الإغاثية التي كانت تغطي نسبة تزيد عن 15% من احتياجات اليمنيين. ويقول فؤاد للعرب الجديد إن بعض التجار يعمدون إلى شراء المساعدات من منافذ توزيعها من المواطنين الذين يحتاجون إلى السيولة المالية، ومن ثم يقومون بإعادة بيعها في الأسواق والتكسب المضاعف منها. ويوضح فؤاد تواطؤ المنظمات الدولية مع عمليات الاستغلال التجاري البشع للمساعدات الإغاثية التي أصبحت إحدى العوامل المؤثرة في حركة الأسواق اليمنية التي تعاني احتكارا شديدا في السلع الغذائية والاستهلاكية وغياب المنافسة. ويعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ياسين القاضي أن التحالف العربي بقيادة السعودية هو المتسبب الرئيسي في التدهور الاقتصادي والإنساني الحاصل في اليمن من خلال تعطيل القدرات الاقتصادية للحكومة اليمنية وربط البلد بالكامل بمنظومة المعونات الإنسانية الدولية بإشراف ما يسمى بمركز سلمان للإغاثة. أعقلنا مجنوننا. تحت هذا العنوان كتب باسل طلوزي مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا: الحال أن فكرة المصحي ذاتها ليست جديدة على الحياة العربية المعاصرة القائمة على لجم العقل واحتلاله وتوجيهه حيث تشاء السلطة منذ مطلع وعيه، ولا حاجة للقول أنه توجيه مرسوم باتجاه تقديس الطغاة وعبادتهم وتنزيههم عن الأخطاء والآثام والخضوع لسلطانهم وإدارتهم. ومن يغامر بمناوئتهم ومعارضتهم سيتهم بالجنون وسيزج في مصحات الأجهزة الأمنية والمخابراتية لتأهيله عن طريق العقل والصواب على غرار العقلاء من عامة الشعب المؤمنين بتعاليم طغاتهم وألواحهم المقدسة، وسيخضعون أيضا لاختبارات مطولة داخل المصاح للتأكد من شفائهم التام قبل المجازفة بإطلاق سراحهم، وإلا فإن الإقامة في المصاح قد تطول أزيد من أعمارهم. في المقابل يدخل حظيرة العقلاء أشخاص لا تقودهم عقولهم إلا إلى الخضوع لشروط الحظائر وانتظار السكين على قاعدة أن الموت مع الجماعة رحمة، ثم أن مصافحة الجنود الصهاينة والاعتراف بحق إسرائيل في استعادة أرضها من براثن المحتلين الفلسطينيين كما زعم عقلاء عرب حلوا ضيوفاً على إسرائيل أخيراً. عموماً لا نملك اليوم غير التراحم على روح محمد عابد الجابري الذي كان أفرد مؤلفاً خاصاً عن نقد العقل العربي، غير أني على يقين أن أجله لو أمهله إلى يومنا هذا لمزاقه قبل نشره، لأنه سيكتشف أن محنة جديدة غير مألوفة أصابت العقل العربي في صميم معاييره التي نشأ عليها. سيكتشف أن عليه أن يعاين عقلا عربيا ممزقا يرى في العقل جنونا وفي الجنون عقلا، وأنه لو قيض للإنسان العربي ترف الاختيار يوما لاختار الانفصام والإقامة في المصحات العقلية عوضا عن حياة تمجد الطغاة وتشد على يد الغازي وتزدري الضحية وتبرئ القاتل وتدين القتيل. وسيكتشف أن في الوسع تلخيص محنة العقل العربي بعبارة واحدة: أعقلنا مجنوننا. قالت صحيفة فرنسية إن صنعاء اليمنية مدينة جميلة لكن من غير الممكن زيارتها، وإنها تندرج في القائمة الحمراء بين مؤشرات السفر. وعنونت صحيفة لوفيغارو في تقرير ترجم لصالح قناة بلقيس: صنعاء ومدن أخرى مواقع استثنائية لم يعد من الممكن زيارتها. وتقول الصحيفة: وعلى الرغم من أنه يمكن للمواطنين الفرنسيين الوصول إلى 124 دولة بدون فيزا و41 دولة مع تأشيرات عند الوصول، إلا أن جميع مناطق العالم ليست مناسبة للرحلات. لتنبيه مواطنيها إلى الأخطار المحتملة، تحتفظ وزارة الخارجية بخريطة حديثة للعالم فيه مناطق يجب الحذر فيها بناء على المعلومات التي جمعتها السفارات والقنصليات في جميع الدول، يتم تصنيفها وفقا لأربعة ألوان:
الأخضر للوضع الطبيعي والأصفر للوضع المحدود والبرتقالي للمناطق غير الموصى بزيارتها باستثناء الأسباب الضرورية. ولكن أن تندرج مدينة صنعاء تحت اللون الأحمر فهي إحدى المناطق غير الموصى بزيارتها كلياً، حيث يحظر السفر إلى بلدان معينة بشكل طبيعي ويحظر بشدة الوصول إلى أماكن استثنائية معينة. وتتحدث الصحيفة عن صنعاء القديمة باعتبارها مدينة متمازجة مع الجبال التي بنيت عليها المنازل البرجية المصنوعة من الآجر، تبدو كمدينة ألف ليلة وليلة. وأصبحت المدينة القديمة المأهولة بالسكان منذ أكثر من 2500 عام غير متاحة للمسافرين، فقد مزقتها الحرب بين المتمردين الحوثيين وتحالف الدول العربية بقيادة السعودية، وقد دمرت على مدار أشهر من الهجمات. لقد كان ذلك كارثة لسكانها، وهم شهود على غرق هذا الصراع في صمت لمدة 5 سنوات إلى جانب القتال، فإن خطر الاغتيال والخطف ما زال كبيرا للغاية. تختتم الصحيفة تقريرها: وزارة الخارجية الفرنسية تدعو الفرنسيين للتخلي عن أي مخططات للسفر إلى هذه الدولة المصنفة في القائمة الحمراء. موت الرئيس. تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله المنشور في صحيفة الغد، مضيفا: عندما قتل الزعيم الليبي معمر القذافي واليمني علي عبد الله صالح، كان المشترك بين هؤلاء أنهم ترأسوا جمهوريات بالاسم فقط، كلهم لم يلتزموا بالفترات الرئاسية المعتادة في الجمهوريات، وزوروا الانتخابات وعدلوا الدساتير لتسمح لهم بالبقاء في السلطة إلى ما شاء الله. والمشترك الآخر هو أنهم لم يرحلوا في ظروف طبيعية. أما المشترك الثالث والأهم هو أن الكثيرين من مواطنيهم لا يتحرجون الآن من المجاهرة بالتحسر على أيام هؤلاء الزعماء حتى مع أسوأ الأحوال تحت حكمهم. والسبب واضح، البلدان بعد هؤلاء الزعماء لم تبقى حتى كما هي، وإنما خربت تماماً. صحيح أنهم حكموا إقطاعيات من المحسوبيات واحتكار الامتيازات للنخبة، لكن الحياة اليومية في أيامهم سارت عادية نسبياً، وقد تكيف الناس بمرور الوقت مع الأوضاع على سوائها. واليوم لم يأتي الأمن إلى بلدانهم، ولا وظائف، ولا العدالة، ولا الديمقراطية. وبالإضافة إلى تفاقم المتاعب الموروثة، أصبحت الأرواح نفسها على المحك وسط الحروب والكوارث، وذهبت أي بقايا يقين إزاء الحاضر والمستقبل. في البلاد التي تأكلها الحروب أو الأزمات الطاحنة، الآن بعد رحيل هؤلاء الزعماء، تعيد نفس النخب العسكرية والسياسية إنتاج نفسها في السلطة. وفي نهاية المطاف، ليست الفكرة من الانتفاضات والثورات ذهاب الزعيم كفرد. في البلدان الأخرى، إذا تغير الزعيم بالموت أو انتهاء الولاية أو خسران انتخابات أو عزل، تتغير ملامح الحياة السياسية للبلد ونهجه الاقتصادي وطرائقه. لكن تغير هؤلاء الزعماء هنا أحدث فرقاً سلبياً فحسب. نشرت صحيفة آي مقالاً تحليلياً كتبه بارتيك كوبرن، يقول فيه إن الهند تمر بأيام عصيبة، لأن أنصار رئيس الوزراء ناريندا مودي لجأ إلى أساليب الفاشية. يذكر باتريك أنه خلال يومي 9 و10 من نوفمبر 1938 شجعت الحكومة الألمانية أنصارها على حرق معابد وبيوت ومتاجر اليهود، وقتل في الأحداث أكثر من 91 شخصا. وفي 23 فبراير 2020 في دلهي هاجمت عصابات من الهندوس مساجد وبيوت ومتاجر المسلمين، فقتل وأحرق الهندوس المسلمين الذين لم يستطيعوا الفرار بجلودهم، وسقط أكثر من 37 قتيلا أغلبهم مسلمون، الكثير منهم ضربوا حتى الموت. ويرى التقرير الذي ترجمته البي بي سي أن تواطؤ الحكومة الهندية في القتل والحرق لم يكن مباشرا مثلما كان تواطؤ الحكومة الألمانية منذ 82 عاما. وأظهرت صور فيديو رجلا مسلما مدرجا بالدماء من الضرب، وعناصر شرطة يجبرونه على التمدد أرضا وترديد نشيد وطني، ولم يصدر شيء عن مودي لمدة أيام، ثم خرج بتصريح باهت يدعو إلى السلم والأخوة. ويضيف الكاتب أن مودي وحزبه الحاكم في الهند يبدوان أقرب التيارات اليمينية في العالم إلى الفاشية التقليدية، وهدفه الأساسي تهميش وإبعاد 200 مليون مسلم من الهند. نشرت صحيفة صنداي تايمز تقريرا تتحدث فيه عن العاصمة الإيرانية طهران
وكيف حولها انتشار فيروس كورونا إلى مدينة أشبح. تقول الصحيفة إنها وجدت العاصمة الإيرانية أشبه بمدينة أشبح بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد. وقد أغلقت الحكومة المتاحف والمدارس في إطار حملتها لاحتواء المرض، بينما تواجه اتهامات بالتهوين من الخطر، وتفيد مصادر ترفضها الحكومة بأن عدد المصابين يصل إلى 83,000 شخص، وعدد الوفيات أكثر من 200. تفيد الصحيفة ألغيت صلاة الجمعة لأول مرة منذ إقامة الجمهورية الإسلامية في عام 1979، وانتشرت على الإنترنت وصفات تقليدية يدعي أصحابها أنها لعلاج المرض، تعتمد على الخل وماء الوردي ونقيع أوراق الصفصاف. تضيف مراسلة الصحيفة هناك: الشوارع خالية والمتاجر مهجورة إلا من أصحابها، والناس يرتدون أقنعة ويتجنبون الاقتراب من بعضهم البعض حتى في وسائل المواصلات. وكتب أحدهم على تويتر: أن تعطس في قطار الأنفاق بطهران كأنك تصرخ الله أكبر في مترو نيويورك. وكل يوم ترد أخبار وتقارير عن المزيد من الضحايا، من بينهم لاعبة كرة قدم عمرها 23 عاما ونائب في البرلمان، والناس في طهران متخوفون من المستقبل. صور لصحيفة الجارديان البريطانية تحمل أحداثا مختلفة وثقها مصوروها من مختلف أنحاء العالم، فلنتابع. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتور وصلنا إلى نهاية حلقتنا من كشك الصحافة لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.